يا هذا إن صدقت مع الله صدقك، من هذا الذي وقف بباب الله فطرده حاشاه، من هذا الذي صدق مع الله فخيبه حاشاه، ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وما من عبد يدعو في كر ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين، إن كان العلم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيؤخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إذا كنت واثقا بالله وناديته وناجيته صادقا مؤمنا متوكلا عليه، إما أن يفرج كربك وإما أن يفرغ عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك. ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور، ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم، فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتك الله إلى خلقه، أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلانا الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري، وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى، كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريج كربك؟ فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض، ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك واجعل غنانا بك، كن غنيا بالله، كن واثقا مع الله، إن انصراف الناس عنك نعمة من الله يريد أن يصرفك إليه. المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله، المخذول من يتعلق بالناس، من يتعلق بالناس ويحس أن كروبه كلما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وعلان وانتهى أمره، ولكن أنت تقرع الأبواب فلا تفتح لك، وتسأل الناس فلا يعطوك، وتأتي إلى الناس فيهينوك ويذلوك، ولربما سبوك وشتموك وعابوك. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة لا يصيبك بها هم ولا غم إلا بدد. أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه. والله ليست السعادة في الأموال، ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس قارون، فإذا به أشقى الناس والأرض وهو يتجلزل في الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. المال ليس هو السعادة، وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعطوك، وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك. السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء، وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعاءك وفرج الله كربك. إن من الناس من تعظم عليه البلايا ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلان لم يشتك الله إلى أحد، ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا الثري فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره، فرضي بالله وأنزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله، فجعل الله له من عين أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. هل رأيت ربك خذل عبدا صدق معه في عبوديته؟ لا والله. وما هذا الذي قصه الله في كتابه؟ قص الله في كتابه القصص لكي نفر منه إليه. أسعد الناس إذا أصابته البلايا في ماله أن يقول أنا المقصر، أنا المذنب، أنا المسيء، ما شكرت الله على نعمته، أنا الذي قصرت يا رب، ما ذكرتك حق ذكرك ولا شكرتك حق شكرك، فاغفر لي تقصيري في شكر النعم، فيعود على نفسه بالاستغفار والتوبة والإنابة. فإذا بالضيق يتسع يتسع،
وإذا بالاستغفار رحمة يتبدد بها حزنه ويذهب بها غمه. أسعد الناس من عرف الله في البلايا. وإذا كان الناس الإنسان تحيط به الهموم والغموم ويعظم دينه وكربه فلا يزداد إلا تعلقا بغير الله والعياذ بالله، ولا يزداد إلا شكوى إلى الناس والتجاء إلى فلان وعلان، فهذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا من الخذلان. فأوصيك ثم أوصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب، فتكره الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك. هل ظلمت أحدا من المسلمين؟ هل أكلت مال أحد؟ هل انتهكت عرض أحد؟ هل سببت أخاك المسلم؟ هل شتمته؟ فتتحلل من المظالم والمآثم. من فعل ذلك صار البلاء خيرا له وصار البعد قربا له. هذا هو الذي أوصيك به، أن تصدق مع الله وأن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون عندك يقين أن الفرج آتي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما أنزل الله عسرا على مؤمن إلا جعل معه يسرين. فكن واثقا بالله عز وجل، واعلم أنك إذا خفت من عواقب المستقبل وأضرار المستقبل وما يكون في المستقبل، فإنه إذا حدثتك نفسك بهذا فاعلم أنه شيطان يقرع قلبك. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان لا يعدك إلا كل شر وكل بلاء وكل ضر. فكن مع الله ولا تبالي، وكن صادقا مع الله. التوبة والاستغفار واليقين بالله بالفرج والأخذ بالأسباب وحسن الظن بأن الله سيفرج عنك من أعظم ما توصى به في هذا البلاء، مع كثرة الدعاء في مظان الإجابة كأوقات النداء وبين الأذان والإقامة وحال السجود والأسحار. يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. فمن صدق مع الله صدق الله معه. وإياك أن تستعظم شيئا على الله. الله أكبر أي أعظم من كل شيء، فالله أكبر كبير على كل هم وكل غم وكل كرب فيما بيننا وبين لقاء الله حتى نلقى الله وهو راض عنا. اللهم بدد همومنا ونفس همومنا وكروبنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، ونستعين بك فاعنا. اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بارك أرزاقنا وبارك أموالنا وأولادنا وبارك لنا في كل ما رزقتنا وأعطيتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الخير لنا في أمورنا كلها عاجلها وآجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نشكو إليك غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، فاغننا من واسع فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اجعل فقرنا إليك وغنانا بك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واجعل ما وهبتنا عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها رحمة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتصلح بها فسادنا وتسدد بها عوجاجنا وتقوم بها سبيلنا، رحمة تثينا بها إلى رحماتك العظيمة في الدنيا والآخرة، رحمة تفتح بها علينا أبواب فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا حليم يا رحيم يا كريم، رحمة تحل بها علينا جوامع الرضا وتجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.